اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا بتوقيت القاهره على اون لايف معاكم يوسف الحسيني. خلونا بس قبل ما نبدا باي حاجه ان احنا خلال 48 ساعه يمكن تابعنا اقل من 48 ساعه كمان تابعنا تصريحات اللواء العسيري المتحدث باسم قوات التحالف بتاعه عاصفه الحزم واليمن وخلافه وما الى ذلك. نهينا عن كم الجرائم الانسانيه اللي حاصله هناك او كم حجم الماساه الإنسانية اللي حاصلة في اليمن بسبب اللي بيجرى فيها. لكن خلينا في التصريح الخاص بأنه مصر عرضت علينا 30-40 ألف مقاتل لقوات برية على الأراضي اليمنية. طيب قولا واحدا لم يحدث، خلاص كده لم يحدث، ما حصلش على الإطلاق. طيب واحد، ليه لم يحدث؟ أنا هرجع بيكو على العنوان بتاع جريدة الشروق النهاردة حول هذه التصريحات، والشروق لما أفادت بأن هناك مصدر مطلع طبقا لما هو مكتوب في متن الخبر واللي منشور كمنشط رئيسي صفحة أولى، أنه لم يحدث على الإطلاق أنه تم هذا العرض من قبل القوات المسلحة المصرية أو الإدارة السياسية المصرية إلى آخره من مختلف الهيئات المعنية بذلك. ده واحد. اتنين، قانوناً مصر لا تستطيع أن تنزل قوات برية على أي أرض في الدنيا إلا بعد ما ترجع لمجلس الدفاع الوطني، يعني الأول مجلس أعلى قوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء وبعدين مجلس الشعب وبعدين نقدر بقى نشوف هنعمل إيه. طيب ثلاثة، الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر له ما له وعليه ما عليه، له كثير من الإنجازات على صعيد تحديداً العدالة الاجتماعية، له إنجازات مهمة في مسألة التعليم، إنجازات مهمة جدا في مسألة نشر الثقافة والوعي بين المواطنين إلخ إلخ إلخ، لكن أكيد كان ليه أخطاء، ويمكن من أبرز الأخطاء الحقيقة هي دخولنا بريا في حرب اليمن لو تتذكروا، وما عرف فيما بعد أيضا بنكسة 67 واللي كان تسبب فيها قائد القوات المسلحة وقتها المشير عبد الحكيم عامر عم محافظ البنك المركزي اللي هو قائد النكسة المالية اللي موجودة. تمام، جميل. مصر اتعلمت الخطأ، بمعنى مصر أبدا أبدا مش هتكرر الخطأ اللي حصل قبل كده في حرب تحرير اليمن في الستينيات منذ اندلاع الثورة، ثورة سبتمبر 1962. في النهاية مصر مع حرية الشعوب العربية؟ طبعا. مصر في النهاية لا تبتغي شيء سوى مصلحة الشعوب العربية؟ طبعا. مصر مع حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها؟ طبعا، وده ما فيش فيه اي خلاف. هدي لك دليل بسيط جدا على انه ده مبدا من المبادئ المصريه الاصيله التي لا تتزعزع عنها مصر على الاطلاق. لما كانت المملكه اسمها مملكه مصر والسودان لحد حكم الملك فاروق قبل ثوره 1952، ايه اللي حصل؟ مصر هي اللي ادت حق تقرير المصير للشعب السوداني في البقاء داخل ما يطلق عليه أو ما أطلق عليه فيما بعد جمهورية مصر العربية أو الجمهورية، أو أن يقرر مصيره فيستقل، وده اللي حصل. بالمناسبة دلوقتي حاصل إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني في الأقصر في إطار الاحتفالات السنوية أو اللي بتقام مرتين في السنة، منها في هذا العام انتوا عارفين المعادين يعني. طيب هرجع تاني على هذه المسألة. فأعطي للشعب السوداني، مش هقول لكم الصديق ولا الشقيق، الشعب السوداني اللي هو جزء لا يتجزأ من الشعب المصري زي ما الشعب المصري جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني، حق تقرير مصيره في 54 لو تتذكروا. جميل. مصر تتدخل عسكريا في البلدان؟ ما حصلش اطلاقا. تمام، مصر بتيجي البلاد لما بتعاني من أزمة ما بتنادلها زي ما حصل قبل كده في حرب الخليج الثانية، انه طلب مننا انه احنا نتدخل لاعادة الاوضاع او لاستقرار الاوضاع على الاقل على الارض عسكريا على الارض في وقت حرب الخليج الثانية، وكان مجلس التعاون الخليجي الحقيقة وقتها لا قبل له بذلك. في النهاية الجيش المصري معروف بحجم قوته، وفي نفس الوقت معروف الجيش المصري بانه ما عندوش النوازع الامبريالية اياه. احنا لسه لازلنا مع ازاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني في الاقصر، ووزير الاثار موجود هناك علشان يفتتح هذا الحدث، حدث مهم جدا تاريخيا، وده جزء بالمناسبة لا يتجزأ من مسألة اللي انا كنت بكلمكم عليه، الا وهو مصر الغير توسعية، مصر اللي ما عندهاش اي اغراض امبريالية، مصر اللي ما عندهاش التوسع الكولونيالي لو صح التعبير. رمسيس الثاني ده هو اللي خرج بالجيش المصري حتى يحارب ويحارب الحيثيين،
مش بقى الحوثيين بتوع اليمن برضه بالمناسبه عشان ما تخلطش في الامور. يحارب لتأمين الحدود المصرية ويؤكدها وتستقر هذه الحدود وتؤمن ويعود الجيش المصري العتيد الهام الهمام اللي هو أقدم الجيوش المعروفة على مستوى العالم، الجيش اللي بدأت قواته البحرية في أول تشكيل ليها من 8200 سنة على سبيل المثال. الحدث اللي أنا بتكلم عليه ده لم يأتي طبعا بالتأكيد مصادفة، لأن ده الحدث المتعارف عليه بشكل دائم، لكن الحديث للأسف هو اللي جه مصادفة على خلفية تصريحات اللواء العسيري. مصر دايما ما عندهاش أغراض التوسع الإمبريالي أو الكولونيالي لو صح التعبير، مصر ما بتعملش مستعمرات، مصر ما بتروحش تحتل دول، مصر ما بتضربش حد، بس مصر لا تسمح بأنه حد يمس أراضيها، ومصر لا تسمح أبدا بالمساس بحدودها. مصر تساعد جيرانها مفيش مشكلة، لكن مصر كمان ما بتوديش حد يحارب، مصر ما بتحاربش بالوكالة، ده من الآخر عشان بس نبقى متفقين. وعلي بناء على الأسباب السابق ذكرها، وهي أسباب منطقية وجزء منها ليها خلفيات تاريخية، وحتى هذه اللحظة تجد أنه تصريحات العسيري لا أساس لها على الإطلاق، قد يكون طبقا لجريدة الشروق خانوا التعبير، قد يكون طبقا لبعض المواقع أو الوكالات الأخرى لم يكن يقصد، قد يكون ما كانش كلامه دقيق، أيا كان في النهاية ما تنجروش وراء فتنة التصريح على الإطلاق. مصر مش هتودي حد بري، لا ودت قبل كده ولا هتودي دلوقتي ولا هتودي بعد كده، بس كده اللي قال التصريح هو بقى مسؤول عنه. خلونا نبدأ بزيارة شديدة الأهمية. الزيارة المهمة جدا هي زيارة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي للقاهرة، واللي من وجهة نظرنا هي زيارة زي ما بقول لكم شديدة الأهمية، لأنه هذه الزيارات بتؤكد على إيه؟ بتؤكد على فكرة أنه مصر بتستعيد. يعني أنا مش مع أنه وقد استعادت، إحنا بنستعيد، السياسة ما فيهاش يوم وليلة، ما فيش شيء بيتغير ما بين عشية وضحاها. مصر غابت عن الدور الحقيقي بتاعها لفترة طويلة، كانت من وقت للتاني بتظهر في بعض المواقف ثم تعود مرة تانية للاختفاء للأسف، بعض القوى العربية أو الإقليمية إن شئت أرادت أن تحتل الدور والمكانة المصرية وهي غير مؤهلة للأسف برضو، مصر بتعود، وبالتالي بتجد زيارة زي زيارة عمار الحكيم إلى القاهرة، لأنه عمليا مصر أصبحت فعلا بتحاول تستعيد مكانها، والمحاولات حثيثة والمحاولات قوية في مسألة حل قضايا المنطقة. النهاردة التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، ده كان بحضور وزير الخارجية السيد سامح شكري والسيد خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية، وحضر من الجانب العراقي أعضاء أو عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي. سيادة السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أنه الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على الوقوف بجانب العراق، دعم وحدته وسيادته على كامل أراضيه. وطبعا ده بيفتح علامات استفهام مهمة جدا يا جماعة، لأنه حتى المذيع نفسه مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ونفهم جيدا حجم الغبن وحجم المعاناة التي عاناها الأكراد على مدى عقود طويلة، بس في نفس الوقت وسميها حس عروبي، سميها حس قومي، سميها اللي تحسه يعني او اللي انت شايفه، مش دي قصتي دلوقتي. قصتي هي انه مش قادر اتقبل فكره انه كردستان العراق تنفصل، وفي محاولات طويله كانت لانفصال كردستان العراق تحديدا، المحاولات اصبحت نشطه جدا يمكن خلال الاسابيع القليله الماضيه، ويمكن وهنا هسميها عتاب المحبين، لان انا ربع عيلتي كردي من ناحيه امي تحديدا، يعني جدتي الأمي كردية. المسألة بالنسبة لي هي العتاب للأكراد، إنه إحنا النهاردة مش هينفع نيجي على الحلقة الأضعف في أماكن الشعب الكردي ألا وهي العراق، يعني ما بين العراق والقوقاز وإيران وتركيا وسوريا، فأنا باجي عند الحلقة الأضعف واشتغل على موضوع الانفصال. يعني ليس من النبل على الإطلاق إن احنا نشتغل على ده دلوقتي، احنا همنا وشغلنا الشاغل بالتأكيد هو استقرار العراق، سيادته على كامل أراضيه، كل الخلاف السياسي فيما بعد ذلك داخل العراق يصير خلافا عراقيا عراقيا. احنا مش عاوزين نشتغل على سني شيعي كردي ونعيد تاني
مسلسل التقسيم للثلاث دويلات، المسألة صدقوني هتبقى ضارة على الجميع، وقد يظن الظان أنها مفيدة للبعض. قد يظن أهالينا الأكراد، أقدر أقول أهالينا بقلب يعني الأكراد، أنه ده في مصلحة كردستان. هذا ليس في مصلحة كردستان على الإطلاق، على الإطلاق، ولا في مصلحة العرب على الإطلاق. والمستفيد الوحيد من الفصل الكردي هيبقى الكيان الصهيوني المحتل للأرض العربية. المستفيد الوحيد من الانفصال الكردي هيبقى الولايات المتحدة الأمريكية. المستفيد الوحيد من الانفصال الكردي هيبقى الإنجليز. كل الناس هتستفيد إلا العرب. أفهم أنه الأكراد يدوروا على مصالحهم، لكن مش بالضرر بالمصالح العربية. عشنا لعقود أطول أرض واحدة وشعب واحد، وعشنا لعقود للأسف الشديد أيضا بمنتهى الصراحة والشفافية وبالحق في حالة اضطهاد وقمع، مفيش خلاف، لكن ما يبقاش هي دي التكئة اللي احنا هنشتغل عليها. هرجع تاني للقاء اللي ما بين السيد عمار الحكيم وفخامة الرئيس المصري. تأكيد الرئيس المصري على أهمية تجاوز الخلافات، وده الكلام المهم قوي قوي ومهم ان الرئيس يتكلم فيه، تجاوز الخلافات بين مختلف الكتل السياسية في العراق، وضع حائل دون محاولات إشعال الفتنة والانقسام المذهبي والطائفي. من ناحيته سيد عمار الحكيم استعرض خلال اللقاء جهود القوات المسلحة العراقية في مواجهة تنظيم داعش. وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري أيضا استقبل أو جلس مع سيد عمار الحكيم، وأكد وزير خارجية مصر على توحيد كل الجهود من أجل مكافحة الإرهاب وإعادة بناء الدولة وعودة العراق لممارسة دوره في الدفاع عن الأمن القومي العربي. الجيش العراقي العظيم الذي كان واحد من أقوى وأعتى الجيوش مش بس في المنطقة ولكن على مستوى العالم، اللي تسبب في بث رعب داخل قوة كتير أو في داخل قلوب لقوة كتير على كل مستوى، بدءا من الكيان الصهيوني إلى حتى أنه يظن أنه يهدد الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لزعمهم، وما كانش هيحصل ده، ولا كان الجيش العراقي قادر على مسألة زعزعة أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية يعني. لكن وقتها لو تتذكروا بول بريمر لما اتخذ أول قرار، ألا وهو أنه يتم تفكيك الجيش العراقي بدعوى أنه لا جدوى من وجود هذا الجيش، وحصل الاحتلال في 2003 لو تتذكروا، ويصرون على أنه لا جدوى من وجود هذا الجيش. احتلت أمريكا العراق، فكك الجيش العراقي للأسف الشديد، شفنا العراق وهو تتنازع الخلافات العرقية والخلافات المذهبية والطائفية، ادعوا أنه هم هيرسوا الديمقراطية ولم يحدث، ادعوا بأن هناك رفاهية ورخاء للعراق للأسف الشديد ولم يحدث ولن يحدث أبدا طول ما دايما في احتلال وفي تدخلات أجنبية في الأراضي العراقية، ادعوا أنه في أسلحة دمار شامل، وظهرت كافة التقارير بأنه لا توجد أسلحة دمار شامل. يطلع بعد كده كولين باول ويعلن أسفين جدا، إحنا غلطنا بعد خراب العراق. طيب أتمنى أنه أهالينا وإخواننا العراقيين يبقوا واعيين جدا للي بيحصل دلوقتي، وأنا أثق في حجم وعي الشعب العراقي، لأنه شعب طول عمره شعب مثقف وشعب فاهم، ربنا يستر. خلونا نروح مع حضراتكم لما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بريطانيا يوم 8 يونيو المقبل. تريزا ماي قالت في مؤتمر صحفي النهاردة أن الانتخابات ضرورية لتجنب الانقسام في المجتمع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه ده سوف يقوي من موقف بلدها في محادثات الخروج من الاتحاد، وأنه البلد متحدة في هذا الشأن. خلونا ناخد معنا على التليفون الكاتب الصحفي اللامع والكبير أحد أساتذة الأساتذة دائما الأستاذ جهاد الخازن. أهلا بك يا أستاذ جهاد. اهلا بك استاذ جهاد. يعني يمكن احنا عاوزين نحاول نفهم اكتر ما الذي تحاول ان تفعله تريزا ماي، وهي واحده من الذين يدفعون بقوه لما يطلق عليه البريكزيت او خروج المملكه المتحده من اتفاقيه الاتحاد الاوروبي، خاصه وانه هناك كان كتله لا باس بها على الاطلاق حتى من المجتمع البريطاني وحضرتك ادرى، ترفض هذا الخروج. في رايكم الى اين سوف ينتهي هذا المسار؟ هل من الممكن ان تتراجع بريطانيا عن هذا الموضوع، ام انها سوف تستمر في هذا الخط وبالتالي قد تدفع إلى دول أخرى عضوة في الاتحاد إلى الخروج من هذا الاتفاق؟ نعم، هو أعتقد أن بريطانيا تستمر في خطة الانسحاب. الانسحاب إذا يعني اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سنتين وتصبح بريطانيا خارجة تماما، لكن في الوقت الحاضر بريطانيا تحاول أن تحصل على اتفاقات اقتصادية مع الاتحاد، على
بقاء الأسواق مفتوحة بين بريطانيا وغيرها. بعض دول الاتحاد لا يريد ذلك. لكن إذا مثل ما تفضلت في فرنسا الآن انتخابات قادمة، هذا يعني الجولة الأولى هذا الشهر والجولة الثانية في 7 مايو، وإذا فازت ميان لوبان بالرئاسة فهي تقول أنها تريد أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي لأنه يعني ضيع استقلال فرنسا. فهناك دول قد تفكر في الانسحاب. في بريطانيا نفسها انتخابات أعتقد يعني انتهازية من تيريزا ماي، لأن الحزب المحافظين عنده غالبية كافية في البرلمان، ولكن ما حدث أن حزب العمال وهو الحزب الثاني الكبير في البلد منشق على نفسه، وهناك مطالبات باستقالة جيريمي كوربن رئيس الحزب. لذلك أعتقد أنها تأمل إذا جرت انتخابات سريعة أن تفوز بعدد أكبر من المقاعد، وأن يكون الخروج من الاتحاد الأوروبي أسهل عليها، لأن الاستفتاء على الانسحاب كان الحزبان الكبيران منقسمان بالنسبة إلى الموافقة، وفي النهاية فاز الذين يريدون الانسحاب بغالبية أعتقد يعني حوالي 3% على الذين لا يريدون الانسحاب. لذلك أعتقد أن تيريزا ماي الآن، وهي كانت حتما ضد الانسحاب، الآن أصبحت تقود الانسحاب، تريد أن تحصل على غالبية كافية لحسم الأمر والانسحاب من الاتحاد الأوروبي. طيب سيد جهاد، يعني تعتقد أنه هل هناك هوى بريطاني للانسحاب، أم أنه الهوى البريطاني مع الاستمرار في هذه الاتفاقية؟ يعني أنا أتذكر عندما بدأ الحديث حول الخروج البريطاني من اتفاقية الاتحاد الأوروبي جمعت التوقيعات وما إلى ذلك، وأظن يعني كانت هناك موجة كبيرة لا بأس بها لو صح التعبير بشأن مسألة رفض الانسحاب من الاتحاد. نعم، هو بريطانيا عندما تأسست السوق المشتركة عارض ديغول دخول بريطانيا السوق، يعتبر أن بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية لم تحسن ضيافته، وكان خرج مستاء منها بعد سقوط النازية، وبريطانيا سعت جهدها وأخيرا انضمت إلى السوق في السبعينات. وكما تفضلت أعتقد أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد البريطاني. بين يوم وآخر أقرأ من رؤساء شركات بريطانية قلقهم، بعض يخشون أيضا، تعرف لندن بعد نيويورك أهم عاصمة اقتصادية في العالم طبعا، ولكن الآن بعض البنوك الكبرى تفكر في أن تبحث عن مقر لها في عواصم أوروبية، وهذا ينعكس على كل الاقتصاد البريطاني على كله. لذلك هناك قلق من الانسحاب. أنا يعني لو اعتبرت نفسي على الحياد مع أن عندي جنسية بريطانية، أعتقد أن الانسحاب سيضر بالاقتصاد البريطاني، سيضر بالشركات المتوسطة الحجم، سيلحق أضرار كبيرة بالاقتصاد البريطاني لم يحسب لها حسابا الذين صوتوا مع الانسحاب. طيب ألا تلتفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتقارير صحفية أو حتى تقارير من الثينك تانكس أو مراكز التفكير البريطانية حول مسألة الانسحاب؟ يعني بالمتابعة بنجد أنه هناك أيضا عدد لا بأس به، لن أصفه بالأغلبية، يرفض مسألة الانسحاب ويفندها اقتصاديا وماليا، ويرى أنها سوف تأتي بضرر على بريطانيا وعلى المواطن البريطاني. لماذا لا تلتفت تيريزا ماي لهذا الموضوع؟ هي تيريزا ماي يعني اصلا كانت ضد الانسحاب، ولكنها الان تقول انها يعني تخضع للراي العام البريطاني. الغالبيه قررت انها تريد الانسحاب، ويجب عليها ان تنفذ ما يريد الشعب البريطاني. مثل ما تفضلت هناك حتما معارضه شديده للانسحاب، هناك ناس طالبوا باستفتاء ثاني لحسم الامر، ولكن أعتقد أن الحكومة البريطانية الحالية ولها غالبية كافية في البرلمان حتى من دون الانتخابات القادمة في يونيو، مصرة على أن تكمل خطوات الانسحاب. ولاحظت أيضا كمان أن بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا مثل ألمانيا مثل هذه الدول اللي أسست السوق المشتركة الأصلية
يعني عندها مآخذ كثيرة صحيح. على الحكومة البريطانية، وتهدد بأنها لن تعقد أي اتفاقات مع الحكومة البريطانية بعد انسحابها من الاتفاقات الاقتصادية، طبعا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. طيب أرجو أن لا يكون هذا صحيحا 100%، ولكن الموقف الأوروبي من بريطانيا استياء كامل. طب على ما يبدو انه ده كمان اصبح بيشجع مساله الانفصال، يعني اصبحنا نسمع انه بريطانيا للبريطانيين، وقد ده يسمح فيما بعد ذلك بمساله انفصال اسكتلندي على سبيل المثال. تعتقد انه دي دعوه حقيقيه للانفصال ام انها يعني مجرد توابع لزلزال اكبر؟ هي من في الاصل جرى استفتاء في اسكتلندا على الانفصال، وصوتت غالبية من أهل اسكتلندا بالبقاء في الاتحاد، بالبقاء في الاتحاد، بالبقاء في يعني المملكة المتحدة أي بريطانيا، والبقاء في الاتحاد الأوروبي. الآن تريد رئيسة الوزراء المحلية إجراء استفتاء آخر، قالت لها تريزا مي أنه هذا إذا بدك تفكر استفتاء آخر يجب أن يكون بعد سنتين لنخلص من قضية الاتحاد الأوروبي كدولة واحدة. أعتقد أن يعني هذه المرة ربما يعني توفرت غالبية في اسكتلندا للاستقلال وبالتالي للبقاء في الاتحاد الأوروبي. الانسحاب أراه يعني يضر ببريطانيا، ولكن الحكومة ماضية فيه وعندها القدرة على تنفيذه. أرجو أن تعقد اتفاقات تخفف الضرر على بريطانيا إذا قبلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذلك. إن شاء الله. أشكرك جدا سيد جهاد الخازن، نتمنى أن احنا نلتقيك في القاهرة ضيفا عزيزا في برنامجنا. شكرا جدا للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جهاد الخازن. انتظرونا بعد الفاصل لو سمحتوا، نتكلم أكتر على مسألة تركيا والاستفتاء التركي ونتائجه وما هو متوقع من انتخابات على منصب الرئاسة فيما بعد. يعني هيبقى لينا كلام لو سمحتوا، استنونا مع الأستاذ محمد عبد القادر خبير الشؤون التركية والباحث السياسي المعروف، استنونا بعد الفاصل. الموضوع التركي أصبح موضوع ساخن جدا، لأنه بتتواصل ردود الفعل على الساحة العالمية وحتى الإقليمية بعد ظهور نتائج الاستفتاء التركي على موضوع تعديلات 18 مادة في الدستور التركي، تعديلات أردوغان لو صح التعبير. جاءت النتائج النهائية غير الرسمية المنشورة حتى الآن أو بتجاوب تحديدا على سؤال، هو مين اللي فاز في هذه الاستفتاءات على التعديلات الدستورية في تركيا؟ بنعم. يعني إيه مين اللي فاز؟ خلي بالك انه هذا الفوز قد يحسب للمعارضة، يعني حتى لو افترضنا انه في 52% نعم و 48% لا، 48% لا، في ظل كل هذا القمع ده معناها ان المعارضة هي اللي فايزة برضه، ده اذا كان ما حصلش تزوير. يعني في سؤال تاني، السؤال الابرز ايضا قد يكون هو كيف سوف يتم تطبيق النظام الرئاسي اللي وافق عليه الشعب التركي باغلبية طفيفة، ومتى سيعود الرئيس رجب طيب اردوغان لقياده حزب العداله والتنميه الحاكم طبقا برضه للتعديل، يحتفظ الرئيس بعلاقته بالحزب واللي اسسه تقريبا من حوالي 15 سنه. خلونا نحاول نلقي 15 في 2001 تقريبا 2016. نبدا لقائنا على طول ونرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو الباحث السياسي وخبير الشؤون التركيه الاستاذ محمد عبد القادر. نورت استاذ يوسف، ربنا يخليك كما جرت العاده. نورت، ربنا يخليك، نور بحضرتك. انا هبدا الاول بالجمله اللي قلتها لي، لماذا يجب ان تفوز لا؟ لاكثر من سبب. السبب الاولاني انه حزب العداله والتنميه حسابيا اعتمد على قاعده 2 مقابل 2، بمعنى ان تحالف اول حزب اكبر حزب في البرلمان مع اصغر حزب في البرلمان اللي هو حزب الحركة القومية لمواجهة المعارضين لهذا الدستور اللي هم حزب الشعب الجمهوري تاني أكبر حزب، وحزب الشعوب الديمقراطية اللي هو تالت أكبر حزب. حزب اللي هو تحالف مع حزب الحركة القومية أكتر من 90% من الكتلة الانتخابية وفق استطلاعات الرأي العام التركية أشارت إن هي صوت بلا. يعني الحزب اللي تحالف مع العدالة والتنمية القاعدة الانتخابية بتقول لا أنا هصوت، أنا مش هتقيد بموقف الحزب. النقطة الثانية إن في تقديرات أشارت إن في انقسام على مستوى القيادة ومستوى القاعدة، ف
في حزب العداله والتنميه، وانه جزء كبير جدا من المتعلمين والمثقفين المرتبطين بحزب العداله والتنميه سواء في انقره او في اسطنبول شايفين ان هم لازم يصوتوا بلا، مش عشان مصلحه العداله والتنميه ولكن عشان مصلحه تركيا. لما تحط حضرتك جزء كبير من حزب الحركه القوميه الرافض للتعديلات زائد القطاع غير الهين اللي موجود في العداله والتنميه اللي برضه معترض على التعديلات، بالاضافه الى ثاني اكبر كتله في البرلمان وثالث اكبر كتله في البرلمان يصوتوا بلا، إذن لا لازم تكسب منطقية. طيب ايه مؤشر ده العملي؟ حزب العدالة والتنمية نجح في اول انتخابات في نوفمبر 2002. منذ عام 2002 الى عام 2017 حزب العدالة والتنمية اجرى اكتر من انتخابات، حوالي اربع انتخابات برلمانية وتقريبا ثلاث استفتاءات. في كل هذه الانتخابات وفي كل الاستفتاءات سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى انتخابات بلدية كانت مدينة اسطنبول ومدينة أنقرة مع حزب العدالة والتنمية. اسطنبول لوحدها فيها 15 مليون شخص. اسطنبول تاريخيا الحزب اللي تدعمه اسطنبول لازم يفوز في الانتخابات، لازم يفوز في الانتخابات. لأول مرة في تاريخ حزب العدالة والتنمية اسطنبول تصوت بلا. أنقرة واسطنبول أهميتها إن هي العاصمة الثقافية والعاصمة التاريخية لحزب العدالة والتنمية. العاصمة الرئيسية الثانية اللي هي العاصمة السياسية أنقرة أيضا صوتت بلا. ثالث أكبر مدينة في تركيا مدينة أزمير أيضا صوتت بلا. إذا كل العمليات الحسابية والإحصاء يشير إلى أن لا لابد أن تفوز بالانتخابات. لذلك كان في حاجة يعني حاجة غريبة، أغلب استطلاعات الرأي تقول لك ما بين 51 ل 49، في حين ان استطلاعات الراي المحسوبه على المعارضه كانت بتشير الى ان النسبه الاقرب هي لا 52 ونعم 48. طيب لا تاخد 4% زياده، تاخد 52. طيب ايه اللي يثبت ان الكلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ حزب العداله والتنميه خاض الانتخابات في يونيو 2015 الانتخابات البرلمانيه في يونيو 2015 على قاعده انه لو انت بتدعم التحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي اذا صوت لحزب العداله والتنميه. كان لاول مره في تاريخ حزب العداله والتنميه لا يفوز بالاغلبيه البرلمانيه التي تؤهله لتشكيل حكومه. فحاول يخش في ائتلافات ففشل فاضطر الى الدعوه لانتخابات مبكره في نوفمبر 2015. في نوفمبر 2015 لو حضرتك شفت البرنامج الانتخابي بتاع حزب العداله والتنميه توارد فيه كلمه تعديل الدستور تماما. ومن هنا كانت القناعه الرئيسيه لدى احمد داوود اوغلو اللي هو لعب دور مهم جدا في انتخابات يونيو 2015 باعتباره كان رئيس الحزب وقت في هذا الوقت انه يروج للاستفتاء لتعديل الدستور. جه في نوفمبر 2016 لغى فكره تعديل الدستور. بعدها كان عنده قناعه لانه راجل براجماتي، راجل استاذ علوم سياسيه بالاساس، انه التعديلات الدستوريه ليس لها شعبيه في تركيا ومن ثم الرهان عليها من الممكن ان تفقد الحزب الاغلبيه. بعد انتخابات نوفمبر 2015 تم ابعاد احمد داوود اوغلو عن المشهد السياسي بسبب موقفه من التعديلات الدستوريه. اذا اغلب التقديرات واغلب المؤشرات العمليه بعيدا عن مواقف الهيئه المراقبه او الهيئه المراقبه الدوليه على الاستفتاء، بعيدا عن الفيديوهات التي تم تسريبها، بعيدا عن الاوراق لاول مره في تاريخ تركيا وفق القانون التركي اي ورقه ما عليهاش ختم او ممهوره بشعار اللجنه العليا للانتخابات هي ورقه باطله، لاول مره في تركيا يقبل حوالي 2 مليون ورقه ليس عليها شعار اللجنه العليا للانتخابات. لما تضيف حضرتك ال 2 مليون لنسبه ال 48.7 تطلع نسبه ال 52 اللي انا بكلم حضرتك طب عليها. طب الكتله اللي حضرتك قلت لي عليها في حزب العداله والتنميه مع التصويت بلا، صحيح، هي دي كتله اغلو ولا هي كتله هي أخرى؟ هي اغلب المؤشرات بتشير الى انه كتله اغلو وكتله كتله رجب عبد الله جول الرئيس السابق اللي هم التيار في الحقيقه الاكثر اعتدالا الاكثر براجماتيه اللي هو لعب دور مهم جدا في صعود حزب العداله والتنميه، ولكن مع شعبيتهم الكبيره ولكن في نفس الوقت موقفهم الرافض للتعديل الدستور وتحويل تركيا من دوله برلمانيه ديمقراطيه الى دوله رئاسيه سلطويه تم ابعادهم عن المشهد السياسي. ابرز مثال لده مدينه كونيا اللي هو موجود فيها احمد داوود اوغلو واللي هو بيمثلها في البرلمان دلوقتي، هو دلوقتي عضو في البرلمان التركي. كان من الواضح جدا ان نسبه نعم لم تتجاوز 30%. فده بيوضح ان في كتله كبيره جدا من حزب العداله والتنميه لم تؤيد الاستفتاء على قاعده
مرتبطه بتوجهات القياده الموجوده في حزب العداله والتنميه، لذلك المؤشرات بتشير الى انه على المدى المتوسط هيكون في حزب جديد، هو حزب سيكون حزب يمين الوسط، من المرجح ان يكون قيادته الجديده من داخل حزب العداله والتنميه، وقد تنضم اليه بعض احزاب المعارضه، هناك تيار داخل حزب الشعب الجمهوري واحتمال قطاع عريض من حزب الشعوب الديمقراطيه اللي هم الاكراد. طيب الانتخابات دي بهذه الطريقه حصل فيها تزوير، ولقينا ان في فيديوهات بتتكلم عن، صحيح، او بالاصح مصوره هذا التزوير. صحيح. تزوير مش بقى تسويد بطاقه وبطاقه دواره وحاجات زي كده. انا اعتقد زملائنا يعني زي كده زي هذا الشكل قاعدين جوه اللجنه كمان استاذ يوسف، في حاجه مهمه جدا، حتى انت لو تابعت عدد الاصوات في بعض الدول الاجنبيه في الخارج، ده الدول يعني خارج تركيا في السفارات، هتلاقي في عدد اصوات، نسبه الاصوات او نسبه المواطنين الذين يحق لهم التصويت عدد معين، نسبه من صوتوا اكبر من العدد ده، نسبه اللي صوتوا اكبر من العدد القانوني لو حق قانوني في التصويت، لمن يحق له التصويت بالظبط. ده موجود في اكتر من يعني دولة. كان تزوير خايب كمان. كان تزوير واضح، تزوير واضح جدا، لانه عشان اكلمك بمنتهى الصراحه، تركيا ملهاش خبرات كبيره مع تزوير الانتخابات، عشان كده سهله تكشف. سهله تكشف لان مفيش خبرات، مش قدام كده، واستطلاعات الراي ما بتقومش بيها جهه واحده، يعني احزاب المعارضه لديها اجهزه بتقوم باستطلاعات الراي، الاتحاد الاوروبي لديه اجهزه، عدد كبير جدا من الهيئات المستقله ومراكز الابحاث بتقوم باستطلاعات الراي، لذلك يمكن انا في مره قبل كده قلت لحضرتك انه الاستفتاء ده بالذات في جزء من الغموض ان استطلاعات الراي متاخره قوي، لغايه اخر وقت بيقول لك في فرق 1%. طب ما فيش كان في هذه الانتخابات رقابة دولية؟ كان في رقابة دولية، وطلعت انا بقول لحضرتك لسه المسؤول الهيئة الرقابية الدولية التي شاركت فيها الاشراف على الانتخابات اشار الى انه كان هناك تجاوزات، هذه التجاوزات لم ترتبط فقط بالاجراءات بمعنى التزوير اللي شفناه، لكن ارتبط اصلا بالمناخ التي اجريت فيه الانتخابات، بمعنى استخدام تعبير تجاوزات، ده تعبير لين جدا. ما هو تعبير يعني بيبين التزوير، لكنه التزوير الناعم اللي هو مرتبط في الحقيقه بيه، يعني هو ما يقدرش يزور في اسطنبول، ما يقدرش، اسطنبول دي مركز ثقافي واقتصادي مهم جدا، كل المراقبين الدوليين وكل الصحف الدوليه لها مقرات هناك، ما يقدرش يزور في انقره لان دي العاصمه السياسيه، لكن يقدر يزور في المناطق اللي فيها مشكله، فيها طوارئ واضحه جدا زي جنوب شرق تركيا، اللي هي رغم، أنا أقول لحضرتك على حاجة، الأكراد موجودين في تركيا في أكتر مدينة موجود فيها الأكراد، على عكس الناس ما تعتقد، مش ديار بكر، ديار بكر فيها 1 مليون مواطن كردي، في اسطنبول في 2 مليون مواطن كردي. أنا في رأيي اسطنبول خرجت عن نطاق دعم حزب العدالة والتنمية لأول مرة بسبب الموقف الكردي. تخيل بقى إنه في جنوب شرق تركيا في هذا الاستفتاء، في ظل إنه مسجون رئيس حزب الشعوب الديمقراطية اللي هو كردي، مع 12 من نواب حزب الشعوب الديمقراطية الممثلين عن الأكراد في البرلمان، مع هدم احياء كامله في جنوب شرق تركيا، مع تهجير اكثر من 500,000 شخص، مع مقتل 2000 شخص منذ يونيو 2015 في جنوب شرق تركيا، الا ان النتائج طالعه ان الاكراد في هذا الاستفتاء صوتوا اكثر من الانتخابات الماضيه لحزب العداله والتنميه. طيب شيء خارج المنطق يعني. كل هذه النسب وهذه الاستطلاعات وكل هذه الفيديوهات، يعني حتى لما كنا بنتكلم قبل ما نبدا على طول الفقره بتاعتنا، قلت لي في عشرات الفيديوهات، صحيح صحيح، بتوضح انه في تزوير بالمعنى الكامل للتزوير، صحيح، كيفيه استخدامها لمساله اما اعاده هذا الاستفتاء او رفض نتيجته شكلا وموضوعا والعوده الى ما سبق بدون حتى اعاده استفتاء. هو ده انا في رايي ده سؤال مهم ينم عن فهم واقع الحياه السياسيه في تركيا، لكن مشكلته الرئيسيه انه هل لا وصعودها او تصاعد لا في الاستفتاء التركي، هل هو مرتبط بكتله جماهيريه واحده مرتبطه باحزاب سياسيه ومن ثم صوتت لا بناء على مواقف حزبيه، ام هي ناتجه عن وعي سياسي لدى قاعده ليست بالاساس مؤطره في اطار حزب داخل تركيا؟ من الواضح ان تصاعد لا ورفض الدستور التركي ينم عن ثقافه ووعي من قطاع عريض من المواطنين الاتراك الذين يرفضون تديين الدولة التركية وتحويل الدولة إلى دولة تسيطر عليها جماعات إسلام سياسي تتحول بمقتضى هذه التعديلات من دولة لديها مؤسسات تتمتع بصلاحيات متوازية
وفي توازن في الاختصاصات او يعني انفصال واستقلال في السلطات الى دولة يسيطر عليها الرئيس، يستطيع ان يعين القضاء، يعين القضاء في المجلس القضاء الاعلى او القضاء في المحكمة الدستورية، ومن ثم يسيطر على حتى يهمش البرلمان. على فكرة وفق هذه التعديلات لن يكون من حق البرلمان ان يمنح الحكومة الثقة او يسحب من الحكومة الثقة، من حق الرئيس انه يعين الوزراء او يكلهم براحته، يقر الموازنه، يفرض حاله الطوارئ، يدعي الاستفتاء من غير اللجوء للبرلمان. ده حاله فحش سياسي، حاله توحش سياسي للسيطره على كافه مؤسسات الدوله. ومن ثم كان في قطاع عريض، القطاع ده تقدر تقول حضرتك ليبرالي ويساري وعلماني واقليات، لان الاقليات بيشكلوا حوالي 35% من الشعب التركي، رفض هذا الاستفتاء، زائد قاعده زي ما قلت لحضرتك جزء من ناخبين حزب العداله والتنميه كانت ضد هذا الاستفتاء، جزء من نقاط ضعف الاطراف اللي صوتت بلا ان هي غير مؤطره حزبيا، ومن ثم القدره على حشدها او يعني دفعها او تحريكها للتظاهر ورفض هذا الاستفتاء ستكون ضعيفه، لانها لم تصوت بناء على موقف حزبي، لانه مشكله تركيا الى الان ليست مرتبطه فقط بتوحش الحزب الحاكم او برغبه اردوغان في السيطره على كافه المشهد السياسي والصلاحيات في الدوله، ولكن في الحقيقه مرتبطه بضعف احزاب المعارضه. يعني أنا في رأيي إن الحزب الرئيسي المهم كان حزب الشعب الجمهوري، وده عنده مشكلة هيكلية إنه بيمثل الأكراد أكتر منه ما بيمثل أطياف أخرى من الشعب التركي. الحاجة التانية إنه كان في شاب صلاح الدين ديمتراش كان بيمثل الحزب، وكان عنده القدرة إنه يتبنى خطاب يجمع المواطنين حوله ويحاول أن يتفادى الاستقطاب العرقي ما بين تركي وكردي، لكن سرعان ما تم سجنه والآن خلف السجون في تركيا. القضية الثانية أنه عندك كل صحفي يستطيع أن يتبنى مثل هذه القضايا التي نطرحها من الممكن أن يزج به سريعا في السجون. إلى الآن حوالي ثلث الصحفيين المحبوسين في العالم في تركيا، فده مناخ في الحياة ما يشجعش على التظاهر، خصوصا في ظل فرض حالة الطوارئ، فده مناخ ما يشجعش على التظاهر ولا التكتل، لكن قد يفضي إلى توترات على المدى المتوسط ليس فقط في الساحة الداخلية التركية ولكن حتى داخل حزب العدالة والتنمية. طيب هنا بيجي سؤال حول مسألة كتلة جل وكتلة أغلو داخل الحزب. صحيح. هل هم أو هذه الكتلة قادرة على أنها تخلق طيار رئيسي جوه الحزب رافض لسياسات أردوغان، ومن ثم تقدر تحرك سلبا ضد أردوغان في الانتخابات القادمة؟ دي كتلة براجماتية ذكية لن تكرر خطأ الجيش حينما تحرك في يونيو 2016، لكن تدرك جيدا مكان من القوة ومكان من الضعف في النظام السياسي القائم، ومن ثم تنتظر اللحظة المناسبة للتعبير عن نفسها بالخروج في حزب جديد من رحم حزب العدالة والتنمية، لكن ساعة الصفر بالنسبة لها هي الساعة التي سترتبط بأوضاع اقتصادية متدهورة، أوضاع أمنية متدهورة، أوضاع سياسية متأزمة. في هذه الحالة تستطيع هذه الكتلة أن تستغل ضعف الرئيس وتؤسس حزب جديد، إذا أقدمت في هذا التوقيت على مثل هذا الأمر سيتم الزج بها في السجن وتلفيق عدد من القضايا أو على الأقل تخوينها. يعني جزء رئيسي من المعادلة السياسية الحاكمة دلوقتي في تركيا هي الخير والشر، أنت مع أوروبا إذن أنت متآمر على الدولة التركية، أنت ضد حزب العدالة والتنمية إذن أنت مع القوى الخارجية التي تريد أن تقسم تركيا وتجعل للأكراد دولة داخل تركيا، مع القوى الصليبية الأوروبية التي تآمرت على الدولة العثمانية والآن تتآمر على نهضة تركيا الاقتصادية والسياسية ولعبها دور عالمي على المستوى الدولي وأقليمي مهم، وتوسعها في سوريا وتمددها في العراق وغيرها من الأمور الموجودة. طيب أنا هستأذن أروح لفاصل، عايز بعد ما أرجع من الفاصل أتساءل حول أنه رجب طيب أردوغان رجل يجيد اللعب على عاطفة القومية التركية، ويمكن الحوادث الأخيرة بتاعت برلين أو بتاعت روتردام كان بيقدر يجيد اللعب بالحادثتين، وشفته والأوروبيين عايزين إيه زي ما حضرتك ذكرت أنه أوروبا لا تريد لتركيا أن تستعيد نهضتها وقوتها وعنفها زي ما هو بيصور لكن بيجيد اللعب على هذا الجزء. هو بيجيد فكرة خلق استقطاب يدفع المواطنين الى الوقوف جنب الوقوف بجانبه. طيب. وكانك بتتخلى عن القياده في المعركه يعني. الا انه من على ما يبدو ان هناك بوادر لازمه اقتصاديه تركيه حقيقيه. طبعا. عمليا هو في
تأزم سياسي حاصل، وأيضا في منطقة الجنوب الشرقي أنا عندي مشكلة أمنية مع الأكراد، وعندي دخوله لحد 50 كيلو جوه العمق السوري، ده برضه بيشكل له مشكلة أو على الأقل بيشكل له أزمة ما بجانب أوجه إنفاق ضخم. هو عايز يتوسع، يعني هو عايز يعمل، هو عمل درع الفرات، عايز يعمل درع دجلة. كويس قوي. في العراق السؤال بقى، مش هي دي العوامل الثلاثة اللي بتمكن، سواء إذا كان هذه الطيارين، سواء إذا كان جل وأجلو، أو إذا كانوا هنحسبهم طيار واحد وهو طيار براجماتي على حد وصفك، أنه يبدأوا في عمل انفصال عن هذا الحزب وتشكيل الحزب الجديد؟ يعني أنا عايز بس أشوف مستقبل الانتخابات التركية الجاية هتبقى عاملة إزاي في ظل هذه العوامل. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. احنا هنكمل كلامنا، كنا لسه بنتناقش في نفس الموضوع هو في الفاصل. بالمناسبه ما كانش فيه اسرار، يعني يمكن كان الاستاذ محمد بيقول النتيجه الحقيقيه لهذا الاستفتاء هو اللي بيعكسها التصويت في اسطنبول. صح كده؟ صحيح. لان هي اولا هي بتشكل حوالي اكتر من 10% 15% من الشعب التركي، لو بنتكلم عن 80 هي 15، فقريبه من التلت، 17% مثلا، زائد ان فيها مكونات الشعب التركي كله، فيها العلويين وفيها الاكراد. انا بقول لحضرتك اكبر مدينه فيها اكراد، فيها الاتراك، فيها القوميين، اغلب الليبراليين موجودين فيها، فيها التجمعات الاقتصاديه الكبرى، ومن ثم هي مرآة عاكسة، او هي تركيا صغيره. لذلك على مدى تاريخ تركيا كل الانتخابات اتجه فيها نمط التصويت في اسطنبول انعكس تلقائيا على تصويت انقار، على التصويت التركية كلها. اول مره يختلف في هذا الاستفتاء. لذلك اغلب التقديرات واغلب الصحفيين اللي سواء كتبوا الكلام ده او قالوا لنا الكلام ده بصفه شخصيه بيشيروا بوضوح الى انه النتيجه الحقيقيه لهذا الاستفتاء هي التي تم يعني اعلانها في مدينه اسطنبول، وهي رفض هذا الاستفتاء. طيب هروح بقى للتساؤل اللي انا كنت بحاول اطرحه قبل الفاصل، الا وهو الرجل الذي يجيد اللعب على النزعه القوميه التركيه. صحيح. الرجل الذي استغل مساله روتردام ومساله برلين لصالحه في هذا الاستفتاء، هو صنعها كمان، يعني استغلهاش، صنعها زي ما صنع الانقلاب. هو هذا الانقلاب المسرحي على رأي هو، هو انت بتتكلم على سياسي محنك وهو اصغر مننا بكتير، مارس السياسة، كان عنده تطلعات حزبية كبيرة، حس انه جزء من مشاكله وتمرده على نجم الدين أربكان اللي هو راح زاره على طول بمجرد اعلان الاستفتاء، وكأنه يعني بي 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 بيرجع الفضل لأبو الإسلام السياسي في تركيا نجم الدين أربكان، واللي هو أسس حركة الميلي جورش في 69 اللي هي أقرب لتيار الإخوان المسلمين وحزب الرفاه المنحل. بالظبط، انه من وهو صغير راجل متمرس في السياسة، بيجيد المناورات السياسية، وهو صغير جدا استطاع انه يبقى عمدة مدينة اسطنبول زي ما اشرت قبل شوية. هي المدينة الاهم في تركيا، هي فعلا العاصمة السياسية وحتى مش الاقتصادية بس، اغلب يعني اقامات رئيس الوزراء ورئيس الدولة موجودة في اسطنبول. زائد انه سياسي محنك، يعني هو ليه مقولة شهيرة حتى قبل ما يوصل لرئاسة الوزراء في تركيا، بيقول لك الديمقراطية زي القطر، تركبها توصلك المحطة اللي انت عايزها بس ممكن تنزل منها في اي وقت. فهو هو ده مفهومه عن الديمقراطية. وهو في الحقيقة انك لو عايز تفهم ازاي، انا في رأيي في تجربة ملهمة لكل الاكاديميين والباحثين والمحللين، لو عايزين يعرفوا ازاي الدكتاتور من الممكن ان يستخدم الاليات الديمقراطية لجاي يمارس الدكتاتورية، فلابد ان ينظروا الى التجربة التركية. ده شخص أجاد استخدام الأدوات الديمقراطية لكي يتحول بتركيا من نظام ديمقراطي إلى نظام ديكتاتوري. كل شخص ظهر جنبه أو كل شخص عارض توجهاته، حتى لو هذا الشخص يدين له أردوغان نفسه بالفضل، تم إقصاؤه. أبرز مثال على ده عبد الله جول، ده واحد من أهم مؤسسين الحزب، هو أول رئيس لحزب العدالة، هو أول رئيس وزراء عن حزب العدالة، ومع ذلك تم تهميشه من حزب العدالة والتنمية. واحد من أهم الشخصيات اللي لعبت أدوار مهمة جدا في الترويج للتجربة التركية على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وعد وفق تقديرات ومجلات وإحصائيات دولية كتيرة جدا، واحد من أهم الشخصيات الأكثر من سنة على مستوى العالم هو أحمد داود أغلو. في ناس بتشبهه بكسنجر، كتاباته عميقة لأبعد حد،
جزء من المكانة اللي اكتسبتها تركيا في العقد الخالي ارتبطت بكتاباته، وخصوصا كتاب العمق الاستراتيجي، ومع ذلك تم ابعاده عن المشهد السياسي لمجرد انه راى ليس من مصلحة حزب العدالة والتنمية. وانا في رأيي ان الاستفتاء ده ثبت صدقية موقف احمد داوود اوغلو، ان تحويل تركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي هو قد يكون كارثة على تركيا، وقد يكون كارثة ايضا على حزب العدالة والتنمية، والناس مش منتبهة في ظني لنقطة مركزية. أهمية النظام البرلماني في تركيا إن تركيا جزء أو قطاع عريض جدا من الأتراك هم أقليات، لا إما أقليات طائفية، لا إما أقليات لغوية، لا إما أقليات عرقية، ومن ثم البرلمان وجود أحزاب متنوعة وسلطات واسعة للبرلمان زي ما هو معروف في النظام البرلماني، ده بيسمح للأقليات حتى لو أقليات سياسية ان هي تعبر عن نفسها في البرلمان، تبقى ممثله وليها تعبير. لكن في الحقيقه انت لما بتعمل نظام رئاسي بيسيطر فيه الرئيس بصرف النظر عن النظام الرئاسي ده يتفق مع معايير وقيم الديمقراطيه ولا لا، لما بتعمل له نظام رئاسي كده انت حكمت بالمطلق على الاقليات انها لن تمثل في النظام السياسي لانها ليس لديها الاغلبيه. وبما ان هذا المجتمع يعاني من استقطاب حاد، مش من النهارده، هو طول عمره مجتمع فيه استقطاب حاد على المستوى السياسي ما بين علمانيين وإسلاميين، على المستوى العرقي ما بين أتراك وأكراد، على المستوى الطائفي ما بين مسلمين سنة وعلويين، إذا أنت حكمت على الأقليات على مدى السنين الجاية إنها لن تمثل سياسيا ولن يعني تجد من يعبر عن آرائها من ضمنها، منها هي كأقليات سياسية، وهي ستضطر إلى أن تتكيف مع سياساتك. فده بيدفعها في الحقيقة إن هي لا إما تصمت أو تمارس العنف. على كل هو للأسف الوقت ده خلص. نفسي أعرف لو كان الوقت رجلا لقتلته أنا معاك وخلصت عليه عن بكرة أبيه ومش هخليه يقوم أبدا إلا الوقت. ما بحبوش. أنا عايز أشكرك جدا على ربنا يخليك. أنا اللي بشكرك. بنبقى مبسوطين جدا. أنا كمان مش بحشم العادة معاك. ألف شكر. ربنا يخليك يا رب. كل الشكر للكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون التركية المعروف أستاذ محمد عبد القادر. شكرا جدا لحضراتكم. يمكن كده إيه وشوشة في ودن البرلمان في السريع، والله العظيم في السريع. انتوا عملتوا كم عمايل الحقيقه لا يرضى عنها احد، كتير، من ساعه ما تم انعقاد البرلمان ده في جلسته الاولى حتى في الانتخابات. لكن خلونا نفتكر لكم حاجه حلوه تتعلق بثيران وصنافير. يعني ثيران وصنافير مصريه تتعرض على اللجنه التشريعيه تطلع مصريه باذن الله، يعني هننسلك وبلاوي، بس طلعوها مصرية عشان هي مصرية مش عشان احنا بس عايزين كده. القصة مش في 3-4 مذيعين و15 كاتب او ملايين من المواطنين، القصة في انها مصرية. كل سنة وانتم طيبين، وكل 18 ابريل وانا وانتم بخير، وما روحش اعمل تان تاني. سلامات.